وبهذه المناسبة ديال شهر رمضان العظيم تنبلغ كنبارك لكم كلكم هذا الشهر العظيم والجلالة محمد السادس ديالنا، الله ينصروا لنا ويحفظوا لنا ورمضان كريم. والكلمة نخليها للبنت. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا ومعكم غيتا مؤكد. كنديروا ديك الشيء ديال الحلوه والمملحات والشباكيه، وكيف ما كتشوفوا دابا جيتوا لقيتوا لي كوموند الناس هنايا عندنا. الحمد لله دابا مع كورونا الخدمه شويه ولا عليها الضغط، وليت كنعاون الام ديالي في هذا الشيء. وكيف ما كتشوفوا ها نتوما شوفوا معنا هنا، كاين المملحات، كاين الشباكيه، كاين البريوات، هادو لي كوموند ديال الناس اللي غيجيو ليهم دابا بحكم كوفيد وهذا الشيء اللي واقع دابا. باش نديروا محل وهذا كنخدموا في الدار باش نحترموا المهم شروط السلامه وهذا، وتشويه ديال التباعد اللي كيجي كنخليوه بوحديته كنعطيو لا كوموند ديالو باش يدا في امان الله وهذا الشيء اللي كاين. وانا دخلت لهذا الدومين دابا هذه 5 سنين، والوالده ديالي كانت قبل مني واحد 26 سنه ديال الحرفه، والحمد لله واخا مع جهد جا كورونا وهذا، ولكن حنا ما جلسناش، بقينا خدامين شويه بشويه. وهذا انت اللي كتعاوني الام ديالك؟ انا اللي كنعاونها بحكم ولا عندها لي كوموند عليهم الضغط شويه وليت كنعاونها، ولكن كتبقى هي الكل في الكل، هي كل شيء، هي لا ما كانش اللمسه ما كاين والو. هذا الشيء اللي كاين بحال كتشوفوا دابا السيده غتجي دير لا كوموند ديالها دابا وغادي نسولوها وديك الشيء وغادي تعطينا رايها في هذا الشيء. بالنسبه لك بحكم هذا الشيء ديال التجربه اللي خديتي من الوالده ديالك، يعني ماكسيموم شحال تقدري قاعد مثلا ديال لي كوموند تقدري تصاوبوهم بار جور ولا بار دو جور؟ حنا بعدا اول حاجه ما عندناش داك الشيء، ما كنصاوبوش داك الشيء وكنحطوه، كيكون عندنا داك الشيء الجوده نهار بنهارو، ما كنديروش داك الشيء ونحطوه في الكونجيلاتور. بحال دابا تقدر تكوموندي عندي اليوم غدا ان شاء الله نوجدها لك، ما يمكنش تجي تلقاها واجده حيت كندير لك داك الشيء نهار بنهار، جميع الشهيوات، الملاح، الحلو، البساطل، الشواء، كنديروا حتى العراسات وديك الشيء. بالنسبه للاثمنه، اثمنه مناسبه صراحه في متناول الجميع، ولكن المهم في هذا الشيء كامل هو الكاليتي. يعني ملي كتاكل شي حاجه من عندنا كتحس بحال مصوبه انت في الدار ماشي شاريها من الزنقه. عندي واحد السجوب، واش ما عمر شي كليانت شكا من شي حاجه؟ الصراحه ما عمرها جات شي ريكلاماسيون الحمد لله، بالعكس تقريبا كون جيتي في ديك الوقيته ديال ملي ما كانتش كورونا وكيجيو الناس طالعوا الهابط وتسولهم كلشي الحمد لله كيشكر في ديك الشيء وما كاينش مشكل. رجعنا معك غيتا. مرحبا. نكمل على الهضره اللي كانت كتقول الام ديالي، كيف ما شتي قالت لك كورونا وهذا، الكليان كيجي خاصو يلقى لا كوموند ديالو واجده باش غير ياخذها ويمشي، ماشي يبقاو يجيو في دقه وحده ويجلسوا ويولي لو ريسك، ويقدر بنادم هاد الشيء ما يعجبوش الحال وما يبقاش يرجع عندنا مره اخرى. وحنا كنحاولوا بما امكن نكسبوا الكليان ماشي نهربوه، هذا ما كان. ودابا راه كيف ما كتشوفوها واحد السيده دابا طالعه غتاخذ لا كوموند ديالها. ناديه مرحبا. سلام، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. مرحبا، تفضلي جلسي. جبتي لا كوموند ديالك؟ ها هي لا كوموند ديالك واجده. فين يا حبيبه؟ ها هي عندك الشباكيه، عندك البريوات، وعندك السله والمملحات. المملحات هما هادو، هما البريوات المالحين، وهادو البريوات اللي قلتي ديال الفرماج، هادو الفرماج. هادو السله ديال الحوت. حبيبه شناك واحد اسمح قطعتي، شنا لومبالاج تعودت نتوما ديروا هاد لومبالاج؟ ما كتعطيوش لي كليون هو يجيب لك مثلا طبسي ولا شي حاجه؟ لا الا بغى يجيب ديك شي اومبالاج من عنده هو باش يبقى عنده في الدار مرحبا، ماشي مشكل. مثلا هاد لاكوموند اللي شنا دابا كلها اومبالاج، هادو كلهم اومبالاج، غادي يمشي غادي يبقى عند مالي، غيمشي وغادي يبقى ماشي مشكل. حيت ملي كيكون هادشي ديال المعسلات والزيت وهذا كتحاول ما امكن ديرو في هاد اومبالاج بلاستيك، احسن من الكرتون، البلاستيك يكون احسن. شنو زعما صحي زعما؟ لا ماشي على قضية صحي، جينا نشوفو صحي، ماشي صحي غير بالنسبة لاكاليتي ديالو حسن من الكرتون.
بحال دابا الشباكيه حيت فيها العسل كان احسن الدار في هكا في الباركيت احسن من الدار في كرطونه، باش هذاك العسل ملي كتحيده منه كيبقى الكرطونه كتشرب العسل كتقدر تقطع لك في الطريق ولا شي حاجه. وبالنسبه حتى البريوات هما قلت لك المملحات، المملحات احسن باش كيبانوا من الشكل ديالهم كيبان لك شنو كاين عندك في البواطه ماشي مدرق ديك الشيء. هذا ما كان ما تحتاجش تحل يشوف الكليان كيشوف داك الشيء ديالو من غير من لومبالاج. نقدروا نسولوا الاخت ناديه؟ اي مرحبا. السلام عليكم سي ناديه. وعليكم السلام خويا. الحمد لله بارك الله فيك. هاد لا كوموند ديالك؟ هاد لا كوموند اخويا ديالي. بالنسبه هذا بها المنزل ديالك ولا فين؟ لا ماشي في المنزل ديالي، انا عند السيده مولات الحلوه اللي كنجيو ناخذو من عندها كل عام. لا هاد لا كوموند شاد ديال دارك؟ لا ما غنديهاش لداري هاد لا كوموند. غنديها لخوتي مقيمين في الخارج وجودة عندها زوينة حيت لحقاش هما كيطلبوها ليا وكلشي عندها كلشي عندها زوين الحمد لله كلشي هو هذاك عندها شباكية عندها البريوات عندها الباستيلا عندها يعني كلشي حوالا مشويين عندك شي مناسبة أعراس كلشي الحمد لله. تقريبا انت وانت كتجي عندها دابا خويا دابا باش كنجي عند هاد السيدة دابا 7 سنين وانا كنجي عند هاد السيدة وراوها لي غير الناس دقت حلاوي ديالها وهادي وشكرهم ليا من الفضل ديال الناس اللي شكرهم ليا جيت كناخذ من عندها. نادية نسولك واحد السؤال ولجو بينا عليه بصراحة. وي. ما عمرك تشكيتي من شي حاجة ديالها؟ لا الحمد لله يلاه جبت لها واحد لوكوموند دابا ديال واحد جوج حوالام مشويين صيبتهم ليا زوينين لوكوموند ديال البساطل والناس كلاوهم والحمد لله كلشي شكر هاد الشيء وقال لي يمكن تعطينا النيميرو التليفون كلشي عطيتهم النيميرو ديال هاد السيدة. وهاد السيدة سعيدة الله يعمر ليها الدار وبالفضل ديال ما علمت بنتها وهادي والحمد لله حتى بنتها راه كلشي الناس كيشكروها وعندها المعلمات ديالها راه ما فلاتولي الفوق حيت ما كتدخلش الناس كثار يعني جوج ولا ثلاثة اللي كيخدموا معاها فهاد الوباء ولات كتخلي الناس في الباب. حنا موجودين غير في جهة البلدية راه الصمات معروف عند كلشي وراه اللي بغاها يعني كيجي عندها. دابا حنا خليت لكم الفضل وكلشي راه غيرجع للسيد اللي جا وصور فيلم حتى هو كنشكروه. شكرا لك على هذا الفيديو ورجعوا للبنت ديالها. هاك يا حبيبه. شي كلمه للناس ديالكم اللي في الكليان ديالكم. بالنسبه للكليان ديالنا كنقول لهم مرحبا بكم والاوامر ديالكم فوق راسنا وشكرا على الثقه ديالكم لينا وكنبغيكم بزاف. شكرا حبيبه. شحال حبيبه هنايا؟ عندك 680 درهم 680 درهم. وكنقول لهم مبروك عواشركم ورمضان مبارك كريم يدخل عليهم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو وكنتمنى نكونوا عند حسن ظنهم في رمضان هذا ونقدموا لهم داكشي اللي بغاو ويكونوا راضين عليه وراضين علينا حتى حنا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.